السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام في كل مكان. نحن الآن في مدينة ماغليوف، المدينة البيلاروسية الخامسة أو المحافظة البيلاروسية الخامسة. الآن بالطريق إلى مدينة ماغليوف عن طريق من مدينة فيتيبسك إلى مدينة ماغليوف. الساعة الآن تقريبا 10:15 ليلا، متوجهين إلى ماغليوف. ممكن تشوف الخط يا كيف الطريق، لأن احنا ضوينا الضوء العالي طبعا كذا. هذا الطريق حاليا احنا ماشيين فيه، بعد تقريبا ساعة وعشر دقائق بنوصل على ماغليوف. صار لنا ساعة برضه ماشيين، يعني ساعتين تقريبا، ساعتين وعشر دقائق ممكن نكون في ماغليوف. 160 كيلو تبعد هذه المدينة. نحن الآن تقريبا وصلنا لمدينة اسمها أورشا، هي تابعة لمحافظة فيتيبسك. الآن في طريقنا إلى مدينة ماغليوف اللي بتبعد تقريبا عن مدينة فيتيبسك 160 كيلو، تقريبا ساعتين وعشر دقائق بالسيارة. ليش ساعتين؟ لأنه الطريق كل شوية مرات بتكون 90 مرات 60. مشكلة هذه الطريق بالليل وخاصة بالشتاء، مثل ما أنتم شايفين قدامنا الآن الإضاءة تقريبا شبه معدومة. احنا قاعدين نمشي على كيف بيقولوا على الحاسة السادسة. هذه هي سيئات السواقة بالليل وبالشتاء خاصة، كأنك مش شايف شيء. الآن برفع الضوء العالي شوي، على الأقل تظهر شوي، بس مستحيل تقدر تظلك ماشي بالضوء العالي أو بالإضاءة العالية، لأنه في سيارات يعني بتلتقي فيك، أو الخط شو بسموه العاكسي أو المعاكس، فصعب انك تخلي الإضاءة العالية موجودة. ونحن الآن متوجهين إن شاء الله إلى هذه المدينة أو إلى هذه المدينة، مدينة ماغليوف. راح أعطيكم إن شاء الله بعض المعلومات عنها أول ما نوصل، وأخبركم عن هذه المدينة. يمكن ناس كثير ما بيعرفوا عنها شيء أو أول مرة بيسمعوا فيها، لأنه أصلا ما فيش فيها أجانب وما فيش فيها طلاب وما فيش فيها ناس كثيرين موجودين كأجانب يعني. والمدينة يعني تمام، يعني ممكن بكرة إن شاء الله نصور فيها جولة إذا ربنا راد ونتعرف عليها. ومثل ما أنتم شايفين كيف الشارع، يعني تقريبا ما فيش شيء مبين من الطريق، يعني الكاميرا ممكن تكون أوضح حتى من الرؤية العادية، ولكن إن شاء الله تكون الأمور تمام ونوصل على خير بإذن الله تعالى. نرفع الضوء شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم. نحن الآن في مدينة ماغليوف، نحن الآن على ساحة كبيرة جدا. مثل ما أنتم شايفين هنا النهر البيلاروسي الجميل والرائع، وهذه عندك كمان نهر، ونحن الآن في هذه الساحة الجميلة كما ترون. هذه الساحة اللي احنا موجودين فيها ساحة كبيرة، في عندنا مثل ما أنتم شايفين هنا شجرة الميلاد في هذه الساحة الجميلة، والتحضيرات للسنة الجديدة. وصلنا أحد المولات الموجود في مدينة ماغليوف،
بالحجم بالصورة مبين واضح انه كبير كبير جدا جدا، مثل ما انتم شايفين الان بندخله وبنشوف شو الوضع اللي فيه. هذه الاستعدادات لرأس السنة 2020 مثل ما انتم شايفين، بس استعدادات بسيطة، ومثل ما انتم شايفين هيك الاستعدادات البسيطة. احنا الان ندخل على هذا المول، المول مبين شكله كبير جدا جدا مثل ما انتم شايفين. نشوف شو وضع المول هذا. دخلنا هذا المول ما عجبناش، مع انه المول شكله كبير، شوف كيف مكبره، بس ما عجبناش الوضع تبعه، ما اعرفش ليش. نروح نشوف واحد ثاني اسمه بارك سيتي باغناليا. نحن الآن في مدينة ماغليوف، المدينة البيلاروسية، مع أنه الجو برد شديد جدا هنا، درجة الحرارة تقريبا ناقص 3 أو 4، وهذا البلد ما شاء الله جميلة جدا، والناس ماشيين وأنا الوحيد اللي مصيف، كلهم لابسين على رؤوسهم على أيديهم على رجلينهم على ظهرهم، إلا أنا ما شاء الله متحمس ومصيف مثل ما أنتم شايفين العالم من خلفي، وأنا الآن قاعد أستنى بإشارة المرور تفتح ونكمل الطريق ونشوف شو في هناك. يلا يا حسين امشي امشي يا حسين، احنا ما شاء الله حرانين الشباب، والناس ورانا لابسين جاكيتات وعلى رؤوسهم، عنهم هم المواطنين واحنا دائما حرانين.
ولا حراريني ولا شيء البلد كنا يا ولا على كاقني يلا اختيني. احنا الان ماشيين على اهم ساحة في مدينة ماجليوف. هذه الساحة بسموها نسيت مش عارف شو اسمها، اسمها هيك صعب شوية. هذه الساحة طبعا مطلة على المدينة او على نقطة عالية من مدينة ماجليوف البيلاروسية. مثل ما حكينا هذه من ضمن المحافظات البيلاروسية الكبيرة واقل محافظة موجودة في بيلاروسيا. العالم كله بيطلعوا علي بما انه ما فيش اجانب، كانوا شيء غريب او بيسمعوا او سمعوا لغة غريبة. وانا كذا متحمس زيادة عن اللازم، والجو برد، ادي صاروا حمر واللون الاحمر مثل ما انتم شايفين، الاشارة فاتحة خضراء. شد ايد رجلك يا شو اسمك انت يا عمي؟ مالك يا قني؟ احلى لهجة يا اخي اللهجة اليمنية قسما بالله. مالك يا قني؟ مثل ما انتم شايفين الاجواء رهيبة، العالم بردانين. طبعا الجو برد جدا جدا، ادي نشفن مثل ما انتم شايفين من البرد. درجة الحرارة تقريبا اتوقع ناقص 3، وبما انه احنا على جبل اتوقع ناقص 10. فخليكم معنا نشوف باقي المدينة، يلا بينا. وما زلت بالطريق امشي، مع انه اليوم لسه احنا الساعة 3 تقريبا العصر، بس لانه الدنيا هنا شتاء الشمس بتغيب بسرعة، ما ضل عندنا شيء نلحق نشوفه، فراح نظل لبكرة هنا ونشوف نكمل نشوف شو في ماجليوف ممكن نشوف. الليل في ماجليوف، شوفوا كيف الأجواء الرهيبة. الآن في ماجليوف نتوجه إلى الكينوح، يلا يا جدعان.